كريم التويمي متحدث باسم اتحاد طلبه سي اي سي. النهارده كان عندنا الفنان محمد صبحي، طبعا هو قدوه لكل الشباب، قدم اعمال كتير جدا للبلد، فاد ناس كتير. دلوقتي هو عنده مشروع العشوائيات، فاحنا كنا لازم نبقى معاه ونساعده. عندنا ثلاث اقسام في الجامعه، ماس كوم، انجينيرنج وبزنس، فاحنا عندنا ثلاث تخصصات دولت هنقدر نفيده. فهنشوف الاليه، هنكتف معاه عن الاليه اللي احنا نقدم بيها ونساعد بيها الناس ديت، يعني مشروع العشوائيات كله ازاي نقدر نساعده. أنا سهيندة عبد المنعم من سي اي سي، جامعة كندية. أنا في ماس كوم، أعلام إنجلس يعني. ومحمد صبحي النهاردة جالنا ووعينا كتير إن احنا ازاي نفيد مصر وازاي نساعده في المشروع اللي هو عامله بتاع العشوائيات، وازاي هنساعده عن طريق إن احنا ندعمه سواء بمجهود سواء بتفكير سواء بأي حاجة، بس احنا معاه يعني، وأي حاجة هيعوزها إن شاء الله هننفذها. ودي يعني اول استاب ان احنا مصر هتاخدها ان شاء الله، ان احنا نحسن من ناس كتير علشان يفيدوا البلد ونعلمهم تعليم احسن وصحه احسن. واحسن حاجه ان هو عامل كمان المستشفيات والمدارس، عامل كل الخدمات. فيعني ربنا معايا ومع مصر كلها ان شاء الله. انا محمد علي، رئيس اتحاد الطلبه في السي اي سي. انا شايف ان التعاون بين الجامعه وبين الاستاذ محمد صبحي هيبقى حاجه كويسه جدا، خصوصا في ضوء اللي بيحصل في البلد ده. احنا محتاجين حد يركز على فئه الشباب ويوصل لهم، بحيث ان هو يوجههم على ناحيه حاجه معينه، اللي هو الصح في الوقت العصيب اللي بتمر بيه البلد ده. وطبعا احنا عارفين ان محمد صبحي ساب من اعماله الفنيه في الوسط الفني، ساب بصمه في كل بيت مصري. فانا من شايف ان دي حاجه كويسه اصلا ان هو يتعاون مع الجامعه. انا اسمي شيرين الدسوقي، انا مذيعه. انا هنا يعني تعاونت مع جامعه سي اي سي الكليه الكنديه في اللقاء المثمر في حمله كلنا مصريين. تطوعت في هذا اللقاء ان انا اكون متواجده معاهم عشان انقل صوره كلنا مصريون اللي بيقدمها الفنان محمد صبحي. كلنا مصريون دي حملة بتتضمن عديد من النقاط، من ضمنها تطوير العشوائيات، ونقاط أخرى هي التحاور مع الطلاب وتقديم لهم الفكر السليم. النهاردة الفنان محمد صبحي يعني قعد مع الطلاب في حدود ساعتين ونص أو ثلاثة، تكلموا وتناقشوا في مواضيع كتيرة جدا، إزاي إن احنا نحافظ على البلد، وإزاي نحافظ على الجمال والنظافة للبلد، وازاي نقدم فكر متميز. وقدم هو تجربته الشخصيه من ساعه ما كان شاب في سنهم لحد ما بقى فنان كبير معروف، وقدم لهم الفكر ازاي ان هم يحافظوا على بلدهم بطريقه سليمه، ازاي يكون القدوه يحتذوا بيها بطريقه سليمه. كان في لقاءات متميزه جدا بين الطلاب، وعملوا مناقشات ممتعه جدا مع الفنان محمد صبحي اللي امتعنا طبعا بطريقه الفكاهية، ان هو بيسرد القصص بتاعته والحكايات.